بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي. أهلا بكم يا أبطال في سلسلة مراجعة مادة اللغة العربية. بإذن الرحمن الرحيم النهاردة هنراجع سوا نص المساء وهنعمل عليه تطبيقات أدبية ونحوية وبلاغية، يعني أربعة في واحد. يعني هنطبق على نص المساء أدب الرومانسية اللي خدناه من خصائص مطران وقصة مطران مع الرومانسية، وهنعمل برضو على نص المساء تطبيقات نحوية تذكرنا بالنحو القديم ومعلومات كثيرة ومهمة للغاية. وطبعا احنا عارفين ان اساس النصوص البلاغة، وبالتالي هتكون اكثر كلامنا النهاردة عن البلاغة من حيث دقة الالفاظ والاستعارات والكنايات والخال الممتد والخال الكلي. والحقيقة في المراجعة دي هركز معاك قوي على شكل السؤال وبيبقى عايز ايه، لان ساعات السؤال بيخض كده سنه ثالثه تلاقي السؤال كبير كده وفي كلام فلسفي كبير قوي كده، ولكن انت لو ركزت معايا وتعودت معايا على السؤال هتلاقي انك انت ان شاء الله بتدوس في اي سؤال ولا بيهمك باذن الله رب العالمين. تعالوا بقى نتوكل على الله كده، سمي بسم الله كده وتوكل على الله، بسم الله توكلنا على الله، ونبدا مع بعض المراجعه بالمقطع الاولاني اللي هو بيبدا باني اقمت على التعله الى قوله متفرد بعني توكلنا على الله. بقول مرادف التعلة التلهي ولا المرض ولا النسيان ولا الاحتجاج؟ حقيقة نختار هنا التلهي لأنها مكتوبة في كتاب المدرسة التلهي والتشاغل والتشاغل. مفرد المنى منيا، الحقيقة كانت المفروض إنها تضبط وتتشكل يعني بضم الميم وفتح الياء، أما التانية اللي هي شكلها بالظبط دي كان المفروض إن هي بفتح الميم وتشديد الياء اللي هي مفرد منايا، فنخلي بالنا ونحفظ كويس إن مفرد المنى في نص المساء منيا بضم الميم، أما مفرد المنايا إن وردت في أي نص آخر فهي مفردها منية. قالوا توحي بي الشك طبعا، والمقصود بالنيران هنا الأشواق. وتكرار كلمة علة يفيد تنوع الألام. ليه أنا اخترت تنوع الألام ما اخترتش توكيد؟ لأن العلة الأولى غير العلة الثانية، يعني ما أقول دخل الجنود واحدا واحدا، كلمة واحدا واحدا شكلها متكررة لكن الحقيقة الجند الأولاني غير الجند الثاني، يعني واحدا الأولاني اسمه علي واحدا الثاني اسمه محمد، يعني اثنين مختلفين. فلما مطران هنا بيقول علة في علة يقصد علة النفس اللي هي نتيجة فراق المحبوبة اللي نتج عنها علة الجسد اللي هي اللي عيا بيها وكان السبب في ان هو قال ايه يحاول انه يسافر اسكندرية علشان يخفف من ألمه. فالعلتين هنا مختلفتين، فلذلك انا مش هقدر اقول توكيد، هقول تنوع الالام وليس التوكيد. لكن لو كانت نفس الحاجه متكرره، يعني كلا اذا دكت الارض دكا دكا، بص هي دكا الاولى هي دكا الثانيه نفس المعنى، جاء الاستاذ الاستاذ برضه هي نفس المعنى، الاستاذ الاول الاستاذ هو كلمه الاستاذ الاولى هي تدل على نفس الاستاذ في الثانيه، بدا توكيد يا شباب توكيد لفظي. في البيت الرابع لو متفرد بصبابتي، حذف الشعر طبعا المبتدا لان الجمله بدات بنكره يا شباب، والجمله اللي تبدا بنكره دايما يا اما تقديم وتاخير يا اما حذف. يعني البيت اللي قبله على طول كان قدامك كلمه عبث طوافي، قلنا عبث خبر مقدم، دي معلومه نحويه سريعه كده ومهمه. لما الجمله تبدا بنكره يبقى في احتمالات، الاحتمال الاول انها تكون في تقديم وتاخير زي عبث طوافي، اصلها طوافي عبث، او يكون في حذف زي متفرد بصبابتي، زي ثاو على صخر أصم، زي شاك إلى البحر. هذه الجمل كلها تبدأ بنكرة، وبالتالي دائما هناك مبتدأ محذوف في هذه الجملة أو الثلاث جمل اللي جام في مطران. يبقى غرض هنا أو حذف هنا الشاعر المبتدأ. مرادف طواف التنقلي أي يلطف النيران طيب وهواء. انتبهوا بقى عشان أعلمك حاجة كده في حكاية البلاغة وبالذات في غراض الأساليب. بقول لك هنا غرض الأسلوب بتاع أي يلطف النيران ده التقرير ولا التعجب ولا الاستنكار ولا النفي؟ حاول النفي واخترنا النفي. ليه نفي؟ تعالى كده معلمك حاجه كده في الاستفهام. بيقول لك الاستفهام غرض الاستفهام بنعرف نحدده لو كانت اجابه الاستفهام بايوه نعم بالاثبات، يعني يبقى غرضه التقرير. لو انا قصدي ان انا موافق اللي قدامي في اللي بيسال عليه يبقى غرض التقرير. يعني واحد بيقول لي مثلا انت مسلم؟ اقول له نعم، يبقى هو كده تقرير طالما انا موافقه في اللي بيقوله. طب لو كان اللي قدامي عايزني اجاوب بلا، يعني اقول لك أإله مع الله، يبقى غرضه النفي. لو اللي قدامي طبعا هيقول لي لا يبقى غرض الايه كده النفي. طب افرض في حزن في الاستفهام، يعني واحد مثلا عجوز بيقول اين ايام الشباب، او واحد مات له حد بيقول اين فلان، يبقى هنا غرضه التحسر، بيتحسر على موت هذا الانسان. طب الاستفهام الغاضب، لو معلم بس بيقول للطالب الم تؤدي الواجب،
يبقى غرضه هنا الاستنكار. اما فيما عدا ذلك فيستنتج الاستفهام حسب سياق الكلام. انا بس حسيت حبيت اديكم الاشاره والملحوظه ديت عن الاستفهام لانها مهمه للغايه اثناء استنتاج غرضه. السؤال التاسع بيقول لي مرادف صبابتي، كلمه صبابه طبعا معناها شوقي، الصبابه جاي من يصبو اي يشتاق. اقمت غرب محسن بديع قطع انطباق، وعبث طوافي هنا تشبيه، لان دي مكتوبه كتير من الناس، خلي بالكم هو تشبيه الطواف بالعبث، وغرض التشبيه هنا او سر جمال هنا التوضيح، لان لا في تقسيم ولا في تشخيص، هنا غرض الايه يا شباب التوضيح. السؤال الثاني عشر بيقول لي اي لطف النيران، طبعا كانت النيران استعاره تصريحيه كما نعلم، لان كان المقصود بها الاشواق، يعني شبه الاشواق بالنيران وحذف الاشواق يعني حذف المشبه، يبقى اذا استعاره تصريحيه. الاسئله اللي بعد كده بيقول لي هنا بقى تعالوا بقى، بيقول لي الغرض من التقديم في قوله عبث طوافي. طبعا احنا عارفين ان دايما التقديم بيفيد ايه يا شباب على طول التخصيص والتوكيد، لكن للاسف الشديد بعض الكتب الخارجيه ساعات بتجيب سؤال غريب جدا. انا بقول لك السؤال ده عشان لما تشوفه تعرف ان السؤال غلط اصلا. يعني بعض الكتب الخارجيه بيقول لك تقديم كذا يفيد الاهتمام ولا التخصيص ولا التاكيد. طبعا السؤال ده غلط، لان التقديم دائما يفيد الثلاثه، فما فيش حاجة اسمها ان انا اختار بينهم. فلو سمحت لو سمحتي لو قابلت السؤال ده في الكتاب الخارجي اعرف ان السؤال خطأ، وانت يعني ما عندكش مشكلة فما تقلقش، يعني مش كل الاسئلة بتبقى صح، يعني نحل من كتاب من كتب معتبرة كده ومن مصادر معتبرة، ومش اي حاجة نحل منها كده يا شباب عشان ايه ما نحبطش نفسنا او نكون بنذاكر غلط. الغرض من تكرار كلمة متفرد المرة دي التأكيد، لان احنا عرفنا ان المتفرد هي هياها تكرار، يعني نفس الكلمة بتتكرر مش زي علة في علة بقى، يبقى هنا غرض الايه يا شباب التأكيد على وحدته وألمه. وياريت كده الناس وهي بتقول التأكيد ما نقولش الحاجة فاضية كده، ما نقدمش الاجابة فاضية، التأكيد ونسكت. الاحسن الاحسن بقول الاحسن ان احنا نربطها بالمعنى، يعني هنا بيأكد ايه وحدته وألمه. يعني البيت الرابع يتفجر موسيقيا، اه ده برضو من الاسئله اللي شكلها كده تخض، وهي سؤال عادي جدا، بدل ما اقول لك طلع محسن بديعي بقول لك يتفجر موسيقيا. ايه مصدر الموسيقى في البيت ده؟ اللي هو متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي، اظن تقريبا كلنا عارفين انها حسن التقسيم. لما اختار مطران المساء عنوانا لقصدتي وما نوع تجربتي؟ حقيقه احنا عرفنا ان مطران رمزي، يعني بيرمز شويه للاشياء وبياخد الطبيعه يخليها ترمز الى ما يريد. فكأن يعني الإنسان عندما يولد يكون في فجره، وعندما يشب يكون في ظهره، يعني لما يبقى يكبر شوية يبقى في الظهر، ولما يقوى أكتر يبقى في العصر، ولما يبدأ يعجز يبقى في المغرب، ثم المساء النهاية. فهو الحقيقة اختار النهار أو اختار نص أو عنوان المساء ليربط بين النهاية ونهايته يعني وبين الطبيعة، بين ليرمز بالمساء للنهاية الحزينة على فراق محبوبته. نوع التجربة طبعا الجزء الثاني هي تجربة ذاتية، لأنه بيتكلم في حاجة شخصية. غربة دوائي، عبث طوافي، علة منفاي. أنا جمعت لك الثلاث أربع صور دول مع بعض عشان أقول لك خلي بالك إن كلهم تشبيه بليغ. ملحوظة يا جماعة لو سمحتوا، احذر لا تذكر نوع التشبيه إلا إذا طلب منك. طلبة كتير ألاقيهم هو بيكتب تشبيه، تشبيه مجمل، تشبيه بليغ، هو ما كانش طالب منك حاجة، مش طالب منك نوعه. يعني أنا مش هنقص يا أستاذ لو ما قلتش نوعه، لا طبعا مش هتنقص طبعا. يعني تقول تشبيه حيث شبهها كذا بكذا، فلو سمحتوا ما تقولش نوع التشبيه إلا إذا طلب منك، لأن في اختلافات كتير وممكن تغلط. فأنت لو هو مثلا تشبيه بليغ وأنت طلعتها وقلت تشبيه مجمل، المصحح مش عارف يديلك صح، هيعملك غلط. لكن لو قلتها تشبيه بس وسكت هتاخد الدرجة إن شاء الله. فلو سمحت أؤكد تاني ما تذكرش نوع التشبيه إلا إذا طلب منك. اشرح الابيات مبينا ما بينها من ترابط فكري وشعوري. انتبهوا، يعني هو عايز حاجتين هنا، عايز شرح وبعدين عايز ترابط فكري. بص انا مجاوب الاجابه ازاي، ادي الشرح اهو، وبعدين في الاخر قلت له ادي الترابط الفكري والشعوري اهو. خلي بالكوا يا جماعه لو سمحتوا، عشان انتوا ساعات كده ايه يعني بتجاوبوا خلاص. شوف السؤال فيه كام فعل امر، يعني هو قال لك اشرح مبينا، يعني هو عايز حاجتين، عايز الشرح الابيات وبعدين عايز الترابط الفكري والايه والشعوري. والشعوري طبعا اذكرك بانك لما تيجي تشرح لو سمحت قبل اي حاجه، لما تشرح قلناها كتير، خلي بالك السؤال ده بيجي كتير قوي، سؤال الفكر والوجدان، ولابد اثناء شرح الفكره نستخدم افعال عقليه. يعني احنا بنشرح الفكره، مش انت عندك حاجتين، مش انت عندك يا جماعه الفكر وعندك الوجدان، يعني تتكلم عن كام حاجه، عن حاجتين. فلما تتكلم عن الفكر تستخدم افعال عقليه زي يؤكد، يوضح، يصف، يدعو. انما لما تيجي تتكلم عن العاطفه استخدم افعال قلبيه زي يحب، زي يحزن، زي يغضب، زي ييأس. فارجو مراعاه هذه الاشياء. طبعا الشرح قدامنا اهوت، مش هم الترابط الفكري والشعوري. انتبه لو سمحت
الترابط الفكري والشعوري لا تشرح. ما يقول لك الترابط الفكري ما تشرحش، المفروض تذكر العلاقات بين الابيات تاني كده، يعني تقول نتيجه تعليل توكيد. يعني لو جينا لاحظنا كده ان البيت التاني توضيح للاولاني، لان هو قال ايه؟ قالوا تكون دوائي، مش كده؟ طب هو شاكك، طب شاكك ليه؟ علشان اللي جواه مختلف عن الاسكندريه بتشفيه، فالاسكندريه تستطيع شفاء الجسد، قد تستطيع شفاء الجسد لكنها لا تستطيع شفاء النفس. وبعدين اللي بعديه النتيجه اللي وصل اليها اللي هي محاولاته كلها فشل، يجيب قضيه وبعدين وضح سبب شكه فيها وبعدين بين النتيجه اللي وصل اليها. والبيت الرابع بياكد على الامه. يبقى تلاحظ كده انا قلت ايه؟ ها، توضيح، نتيجه، تاكيد. يبقى اكد تاني لو سمحت سؤال الترابط الفكري لا تشرح، بل المطلوب ان تذكر العلاقات بين الابيات زي علاقه النتيجه والتوكيد والتعليل. صليت على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ده بالنسبه للسؤال او المقطع الاولاني في السؤال 18. السؤال 19 بيقول لي عبر الشاعر عن رحلته بالغربه والمنفى واعتبر ذلك عبثا، فما دلاله ذلك؟ يعني ايه دلاله ذلك يا استاذ؟ بص، سؤال ما دلاله، يعني المطلوب منه ذكر العاطفه المصاحبه من خلال السياق. تاني يا جماعه لو سمحتوا ركزوا، عشان ساعات الاسئله بتخضكم، يا اما بتبقوا فاكرين نفسكم عارفينها وبتجاوبوا غلط. لما اقول لك ما دلاله كلمه كذا، يعني عايز العاطفه المصاحبه للكلمه من خلال السياق. يعني بص كده، لما قال ها، لما قال اهو يدل ذلك على تصاعد الالم، يعني كانت غربه بقى منفى وبقى عبث، يبقى غربه، والغربه ان انا متغرب، لكن المنفى بقى اقسى من الغربه، لان الغربه ممكن ترجع في اي وقت لكن المنفى ما تقدرش ترجع، فعشان كده في تصاعد في الالم. طب وعبث بقى، ما هو دي النتيجه النهائيه اللي هي الياس التام اللي وصل اليه. إذا هنا في تصاعد في الألم، فاللي أنا جبته كله جبت إيحاء الكلمات المصاحبة لكلمة غربة الألم، وكلمة المنفى هو اليأس من العودة، وعبث طوافي تؤكد هذا اليأس. استخرج من الأبيات أسلوب خبري واذكر غرضه. مبدئيا كده لو سمحتوا يا جماعة، الأسلوب الخبري عبارة عن جملة خلت من أمر ونهي واستفهام ونداء وتمني ودعاء. يعني أنا عايز جملة كده ما فيهاش ست حاجات. تخيل ست حاجات مش موجودين فيها. لا فيها امر ولا فيها نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني، فانت هتختار جمله ما فيهاش السته دولت ولا دعاء، لان لو فيها دعاء هيبقى اسمها خبر لفظا ان شيء معنى. ودايما زي ما احنا عارفين فعلا ان الاسلوب الخبري يفيد التقرير والتاكيد والايه يا شباب والوصف. طيب تعالى كده نطلع اسلوب الخبر اهو، عبث طوافي وغرض التقرير وتاكيد ووصف الياس والايه يا شباب والالم. طبعا ممكن تطلع جمل كثيره جدا، بس انا اخترت جمله عبث طوافي. حسن التقسيم، حسن التقسيم واذكر قيمته الفنيه. الاول لو سمحت خلي بالك، احذر لا تستخرج حسن التقسيم الا اذا كنت متاكدا منه. يا ريت يا جماعه، عشان في ناس كده ساعات ببص لاي ايه يعني، يبقى قدامه طباق وابص لاقوني مطلع حسن تقسيم. حسن التقسيم ده على فكره مش اي حد يعرفه، لان المفروض يعني بيبقى في واحد، في طبعا في جمل ظاهره جدا واضحه جدا انها حسن التقسيم، يا يعني اما احنا قلنا لك خلي بالك ان الجمله دي فيها حسن التقسيم فانت تبقى متاكد، لكن ما تطلعوش من دماغك انت وتجيب لي اي جمله وتقول لي حسن التقسيم، لان انا قابلت بعض الاجابات كده فحبيت احذر منها. حسن التقسيم ما تطلعوش الا اذا كنت عارفه ومتاكد منه وموجود في كتاب المدرسه او موجود في كتاب معتبر او استاذ معتبر قاله لك، او تتجنبه بقى وتطلع اي حاجه ثانيه. طبعا هنا حسن التقسيم اللي هو متفرد بصبابته الى اخره، وده بيعطي جرس موسيقي محبب للنفس. اسلوب التوكيد مع ذكر اداته، طبعا هنا اني اقمت على التعلة مؤكد بان، واكد يا جماعه تاني ان لازم يكون فيها ضمير او اسم، يعني اني اقمت فيها ضمير اهي، طالما فيها ضمير تؤكد. طب ان يشفي هذا الجسم طيب هواء، هو دي عباره مؤكده بس مش بان يا جماعه، مش بان لو سمحتوا انتبهوا، هنا مؤكد بالتقديم، لانك لما تيجي تعرب يشفي هذا الجسم طيبه هتعرب طيب فاعل وهذا الجسم مفعول به، اصل الكلام يشفي طيبه هوائها هذا الجسم، يبقى هنا تقديم وتاخير. برضه نفس الحكايه، اي يلطف النيران طيبه، ما هي نفس الحكايه، طيب دي برضه فاعل والنيران مفعول به، عبث طوافي اصلها طوافي عبث، فكل هذه العبارات مؤكده بالتقديم. ولعلل تنكير غربه وقالوا ونيران وتكرار كلمه عله متفرد الى اخره. اولا قبل اي حاجه لو سمحتوا، في قاعده مهمه كده ان تنكير الاشياء المؤلمه يفيد التهويل. يعني لو في عندك شيء مؤلم وجي نكره يبقى يفيد الايه يا شباب؟ التهويل. يعني زي ايه مؤلم كده؟ زي نار، زي غربه، زي عذاب، زي سكين، زي مثلا شوق،
إذن هذه الكلمات النكرة تفيد هنا نوع، طالما شيء مؤلم، شيء مؤلم يبقى يفيد يا شباب التهويل مش التعظيم. خلي التعظيم للحاجات الجميلة العظيمة، زي حديقة، زي عالم، زي كتاب، زي جنة. هذه الكلمات يبقى التعظيم وليس التهويل. طيب كلمة قالوا تحب إيه هنا؟ طبعا ليه علل؟ جاب كلمة قالوا للشك، وجاب كلمة النيران جمع طبعا للكسرة، ويدل على الألم وتكرار علة زي ما احنا طلعناها قبل كده، اللي هي كانت تنوع الألام وتكرار كلمة متفرد للتأكيد. يبقى في فرق ما بين تكرار علة وتكرار متفرد. وأنبه تاني، تنكير الأشياء المؤلمة يفيد التهويل. تعالوا بقى تطبيقات نحوية. بيقول لي علل أقمت همزة قطع، فاكر انت ليه؟ لأنها فعل رباعي، ماضي رباعي. كنا احنا قلنا، تذكر معايا جميعا، قلنا ان الف الوصل، تذكروا بقى حته نحو كده شباب، يا ريت نتذكر جميعا، الف الوصل بتكون فين؟ في امر الثلاثي وكل الخماسي وكل السداسي. امر الثلاثي وكل الخماسي وكل السداسي، يعني ايه كل الخماسي؟ يعني ماضي الخماسي زي احترم، امر الخماسي زي احترم، مصدر الخماسي زي احترام، السداسي كذلك، تمام؟ انما الرباعي، يعني انت لو مشيتها 3 5 6 ده وصل، انما الرباعي قطع. يبقى اقول له اقام ماضي رباعي. استشفاء اهيت لانها مصدر سداسي. ربط تاء عله، تذكر تربط تاء التانيث اذا كان ما قبلها مفتوح. يبقى عله، كلمه عله، عله هنا ما قبلها حرف مفتوح زي فاطمه، يبقى اذا هي تربط. لما تفتح امتى؟ اذا كان قبلها ساكن زي بنت واخت، او كانت في جمع المؤنث زي كلمه مسلمات. بيقول لي همزه هواء على السطر ليه؟ يا جماعه ما تتخضوش من الحكايه دي، اوصف اللي قدامك. يعني كلمه هواء تلاحظ ان الهمزه جت متطرفه. يعني ايه متطرفه؟ يعني اخر الكلام وقبلها مد. اي همزه متطرفه تاتي في نهايه الكلام قبلها مد، يبقى على طول تكتب على السطر. يعني كلمه جريء، كلمه سوء، كلمة هواء، اهي جريء قبلها ياء مد، تكتب على السطر. على فكرة في خطأ شائع احنا بنكتبها فوق الياء وده غلط. كلمة جريء الهمزة على السطر. كلمة شيء برضو، كلمة شيء الهمزة على السطر، شين ياء والهمزة على السطر، لأن قبلها ساكن، فانتبهوا. فبنقول قاعدة بسيطة يا جماعة ممكن كلنا نحفظها ببساطة، الهمزة المتطرفة. يعني ايه المتطرفة؟ يعني التي انتهت بها الكلمة إذا سبقت بمد أو ساكن. يبقى كده عرفنا ليه همزة هواء مكتوبة على السطر، تكتب على الايه يا شباب؟ على السطر. اسم مكان منفاية. بيقول السؤال بعديه مقصور، طلع مقصور يعني وهات مثناه، عايز يستخرج هنا كلمة مقصورا وثنه. ادي كلمة منى. كلمة منى لانها بتنتهي فعلا بالالف، بس تعالوا نتذكر حاجة في المقصور كده لو سمحتوا يا جماعة. الاسم المقصور اسم ينتهي بالف مرسومة الف او مرسومة ياء مفتوح ما قبلها، وده الشرط بقى. ان لازم الحرف اللي قبل الالف سواء الف مرسومه ياء او الف مرسومه الف يبقى مفتوح زي رنا وهدى. ولما نيجي نسمي الاسم المقصور تذكر لو الالف رقم 3 ومرسومه الف تقلب واو. يعني ايه؟ يعني مثلا كلمه رنا اهي الالف رقم 3 ومرسومه الف تقلب واو، لكن كلمه هدى لا تقلب ياء عادي، تبقى هديان، انما رنا رنوان، رنوات هدايات. طيب لو هي بقى أكتر من ثلاثة خلاص ما خرجت عن القاعدة، القاعدة بسيطة خالص يا جماعة، بالله عليكم القاعدة بسيطة خالص. بقول لك حالة واحدة اللي بتقلب فيها واو، اللي هي إيه؟ إنها تكون رقم ثلاثة، الألف رقم ثلاثة ومرسومة ألف، غير كده أقلبها ياء وحط علامات المثنى والجمع بقى. يعني كلمة مصطفى خلاص ما انطبقش عليها القانون بتاعنا لأنها مش ثالثة أصلاً، الألف بتاعت مصطفى مش ثالثة، يبقى نقلبها ياء، نقول مصطفيان، مصطفيات. مثلا كلمة زي كلمة علا لا انطبق عليها القانون لأنها الألف ثالثة ومرسومة ألف، يبقى علوان، علوات. طب وفي جمع المذكر السالم إيه اللي بيحصل؟ بتحذف خالص هذه الألف. يعني كلمة مصطفى نقول مصطفونا، وكلمة رضا نقول رضونا، وهكذا. عايز مصدر ثلاثي. طبعا مصدر ثلاثي يعني كل كلمة تنفع مفعول مطلق يا جماعة، ويكون أصل حروف أو فعلها يعني ثلاث حروف، زي كلمة عبث أصلها عبث عبثا، كلمة طواف طاف طوافا، طاب طيبا، وهكذا شباب. اذا هذه المصادر مصادر ثلاثيه لانها جت من فعل اصلا ثلاثي. يشفي، عايزين نعرف بقى ما تحتها خط، ان يشفي هذا الجسم طيب هوائها اي يلطف النيران. طبعا ده كان فعل مضارع مجزوم بان الشرطيه، الشرطيه دي عفوا، وعلامه جزمها حذف حرف الايه يا شباب؟ العله.
وكان الطيب لو تفتكر البيت بتاعها اللي هو يلطف نيران طيب وهواء، كان فاعل مرفوع وعلامة رفعية الضمة لأن كان في تقديم وتأخير. عبث طوافي في البلاد، زي ما قلنا الجملة بدأت بنكرة، أذكر تاني الجملة التي تبدأ بنكرة يبقى فيها تقديم وتأخير أو حذف، وبالتالي كلمة عبث هنا طوافي ما فيش حذف وإنما في تقديم وتأخير لأن أصل الكلام طوافي إيه يا شباب؟ طوافي عبث. ده عن المقطع الأول من نص المساء. تعالى بقى نتوكل على الله وناخد مع بعض المقطع الثاني من قصيدة المساء. بنلاقي أول حاجة هنا مقابل اضطراب ممكن تمشي ثبات وهدوء، لكن ليه أنا اخترت هدوء؟ حسب الحالة النفسية للشاعر، لأن معنى كلمة اضطراب قد يكون الجبل مضطرب يعني بيهتز من زلزال يبقى عكسه الثبات، لكن فلان عنده اضطرابات نفسية يبقى عكسها عنده هدوء نفسي، ده الأقرب يعني، فعشان كده أنا اخترت كلمة هدوء. الخواطر هي الأفكار ومفردها خاطرة، ومذكر الهوجاء فعلاء لما تيجي وصف غالبا بيبقى مذكرها أفعل، يعني حمراء مذكرها أحمر، واخد بالك، هوجاء مذكرها أهوج، عمياء مذكرها أعمى، وهكذا. الهوجاء جمعها هوج، وعلاقة فيجيبني طبعا نتيجة، لأنه لما حصل كده النتيجة أن البحر أجابه يبقى نتيجة. معنى ثاو مقيم وهي اسم فاعل، أنت عارف أصلها ثاوي وحذفت ياء المنقوص. معنى أصم يعني صلب، خلي بالك، ومعنى ينتابها يعني يصيبها كثيرا، ومفرد مكاره مكره، والسقم مضادها الصحة، أنعم الله علينا جميعا بالصحة، لأن السقم معناه المرض الملازم يبقى عكسها الصحة. قدرة جمعها قدر، وانتبه في ظاهرة في اللغة العربية اسمها اسم الجنس الجمعي. يعني ايه اسم الجنس الجمعي؟ يعني لو شلت تاء التأنيث تحصل على الجمع، يعني كلمة زي كلمة لعبة شلت تاء التأنيث منها تحصل على لعب، كلمة زي كلمة مثلا نخلة شلت تاء التأنيث تحصل على نخل، كثير قرية تحصل على قرى، وهكذا. قدرة تبقى قدر. إذا هناك كثير من الكلمات التي تنتهي بتاء التأنيس وبيكون جمعها هو حذف تاء التأنيس. لما يجي بقى السؤال اللي زي ده بقول لي إيه؟ تشف الأبيات عن شعور حاد وضحه، ها، وبين كيف انعكس على مشاهد الطبيعة. لو سمحتم اقرا السؤال كويس عشان انت لازم تحقق لي حاجتين، لازم الاقي الشعور ولازم الاقي مشاهد الطبيعة. يعني الشعور الحاد اللي هو الشكوى واليأس والألم، ده الشعور الحاد. شفت انا عملت ايه؟ انعكس ذلك على الطبيعة. ليه بقى؟ البحر سائر والرياح تشتد والموج يأكل الصخور كما يأكل المرض جسد الشاعر، والقتامة اللي بتعلو الكون كأنها صعدت من أحشاء الشاعر. يبقى انا شفت عملت ايه؟ حددت العاطفة في الأول وجبت عناصر الطبيعة اللي انفعلت مع الشاعر. فأرجو عدم الاستهانة بهذه الأسئلة يا جماعة، لأن ساعات بتجاوبوها كده باستهتار وبتخسروا درجات بسببها. في الأبيات السابقة، السؤال 36، في الأبيات السابقة حرص مطران على الاندماج بالطبيعة وتسخير الخيال لإبراز مشاعره. انتبهوا بقى هنا علشان في ملحوظة مهمة للغاية وهي سؤال الخيال الكلي. سؤال مهم يا جماعة وبتكرر كتير، وإجابته بتعتمد على بكل بساطة الأجزاء، كل شيء مادي يمكن رسمه، الأطراف، الصوت واللون والحركة. يعني أنا أمسك الأبيات كده وأطلع أي حاجة تنفع تترسم أكتبها، وأي حاجة بتدل على صوت او لون وحركه هصنف الكلمات، مش اكتر. يعني بص الاجابه، بص كده، رسم الشاعر لوحه كليه تعبر عن احساسه بالياس طبعا والالم والحزن، وظهرت اجزاء الصوره في بحر، صخره، موج، غروب، واكتملت الصوره عفوا روعه، يعني كلمه الصوره دي مكتوبه غلط معلش، واكتملت الصوره روعه وتعبيرا، ها، بذكر الاطراف، نسمع الصوت في شاكن، في يجيبني، في البحر، في رياح، الى اخره، نرى اللون في البحر، في الموج، في صخر، نحس الحركة في البحر، الموج، أستاذ ده أنا البحر والموج متكررة في كله، ما فيش مشكلة خالص إن الكلمات تتكرر، طالما هي تنفع في الأجزاء، تنفع صوت، تنفع لون، تنفع حركة، ما عنديش مشكلة خالص. وليوضح القيمة القيمة التعبيرية لما، طبعًا القيمة التعبيرية يعني إيه الدقة؟ أفادت إيه؟ يعني الفاء مثلًا فيجيبوني تفيد السرعة، برافو، صح كده. الفعل المضارع، تمام، بيفيد التجدد والاستمرار. صيغه المبالغه، انت عارف دايما تفيد ايه؟ الكسره والشده والقوه. يعني البحر لما صار من اجل الشاعر كانت ثورته قويه وشديده. خصائص مطران طبعا معروفه قدامك، مذكوره في الادب وقدامك، هي مش محتاجه اي تعليق. السؤال 39 بيقول لي ما مرادف البريه والكون الى اخره. طبعا البريه اللي هي الكون، مرادف البريه الكون عفوا، ما مرادف البريه الكون، ومضاد معتكر متغير لونه، وقاتم يعني متغير لون يعني، ومفرد الاقزاء هو ايه يا شباب؟ قذف. ليه خص الشاعر وقت الامساء لمناجاة البحر؟ دي عايز تشغيل مخ شويه. ليه؟ لانه وقت فراق الشمس للارض بيذكره بوقت فراق المحبوبه له،
يعني كما ان الشمس تفارق الارض فان المحبوبه فارقت الشعر. طبعا اعتمد على خيالك كل لسه مجاوبينه فوق في السؤال اللي هو السؤال 36 ده. ما السؤال ده بقى برضه سؤال مستفز شويه، بيقول لك ايه؟ ما العلاقه بين العين والاحشاء وما رايك في كلمه الاحشاء؟ طب الجزء الثاني من السؤال كلنا تقريبا عارفينه، الاحشاء لم يوفق فيها، لكن ايه حكايه العلاقه بين العين والاحشاء؟ بص يا سيدي، العلاقه بين العين والاحشاء ان العين تتاثر بما في اعماق الشعر فترى القتامه التي تلف الكون وكانها صعدت من اعماق الايه؟ الشعر. يبقى هنا العلاقه بين العين والاحشاء ان العين متاثره بما في اعماق الشعر. اما كلمه احشاء طبعا نعلم جميعا انها غير دقيقه لانها لا تناسب المعنى، تستصحب احساسا غير مرغوب فيه، لا يناسب الرومانسيه لانها لان كلمه احشاء في اللغه تعني ما بداخل البطن من معده وامعاء. في البحث حذف وضحه وبين قيمته. قبل ما نخش في الحذف اذكرك كده لو سمحت بحاجات، الايجاز بالحذف المحذوف له قواعد علمية نستنتجه بها. الكلمة المحذوفة يا جماعة ما بتجيش كده بإيه؟ بإحساسك. يعني في واحد يقول لك أنا حاسس إن في كلمة هنا محذوفة، ما ينفعش الكلام ده خالص يا جماعة. يعني وإلا كل حاجة هتطلع لي فيها كلمة محذوفة، إيه المشكلة يعني؟ يعني لما أجي كلمة زي كلمة أحب أحبك يا مصر، ممكن تخلي لي أحبك يا مصر يا عظيم. أما أقول هذا رجل، تقول لي ما هذا رجل كريم. لا بقى، يبقى إحنا كده فتحناها بقى لأي حد يستنتج أي حاجة في أي جملة. يا جماعة الموضوع ليه قواعد علمية. يعني ايه قصدك ايه يا استاذ؟ لما تقول لي محذوف يطلع لك مشار اليه، يعني احبه مثلا اقدر النجاح واسعى لهذا، اقدر النجاح واسعى لهذا، يعني اسعى لهذا النجاح. يعني قضيت في الاسكندريه 3 أيام وفي القاهره 4 أيام، يعني يبقى التمييز هنا اللي محذوف اللي هو بعد العدد. يعني الفلاح يزرع ونحن ناكل، يعني الفلاح يزرع ثمارا ونحن ناكل الثمار. مثلا ضرب محمد، يبقى هنا الفاعل هو اللي محذوف، يعني طالما في نائب فاعل يبقى على طول الفاعل ايه يا شباب؟ محذوف. مثلا التدخين يا شباب، التدخين يا شباب، طبعا اؤكد تاني مش نائب الفاعل المحذوف، لما يبقى في نائب فاعل يبقى في فاعل ايه يا شباب على طول؟ محذوف. طب لما اقول التدخين يا شباب اصلها احذروا التدخين، او العقل يفرض محذوف بقى. يعني ايه العقل بقى؟ يعني لما اقول لك مثلا اسال القريه، اسال اهل القريه، حرمت عليكم الميته، حرم عليكم اكل الميتة. يعني يبقى ايه يا شباب؟ لازم يكون الايجاز ده او الكلمه المحذوفه في دليل على حذفها، مش معنى مش اي كلمه كده وخلاص. وبالحقيقه ممكن تلاقي الايجاز بالحذف ده كله موجود على موقع بنذاكر دوت كوم، شرح وافي وكامل لهذا الدرس ان شاء الله. اهي تعالى، شاكن حذف المبتدا، ولان اصل العباره انا شاكن للتركيز على الخبر، اهو كلمه دايما حذف المبتدا للتركيز على الخبر. او ثاون زي شاكن تماما، صح كده؟ اذكر مظاهر التجديد والتقليد في النص، اظن قدامك الاجابه واضحه واكيد انت كنت مذاكرها قبل كده ان شاء الله. بيقول الوحده العضويه، انتبهوا لو سمحتوا، الوحده العضويه سؤال مهم للغايه وبيتكرر كثيرا. اجابته انك تقول وحده الموضوع اذا كان اذا تحققت، يعني وتقول وحده الموضوع دارت الابيات حول موضوع واحد هو، وتذكر الموضوع. وحده الجو النفسي دارت الابيات حول جو نفسي واحد هو، وتذكر الجو النفسي. في ناس بقى ما بتذكرش، يعني في ناس يقول لك ايه؟ تحققت الوحده العضويه في القصيده من حيث وحده الموضوع والجو النفسي، ويسكت. طب فين يا ابني الاسم الموضوع اللي انت حددته والجو النفسي اللي انت حددته؟ ما ينفعش كده يا شباب، لازم اذكر الايه؟ الموضوع اللي انا حددته، زي ما انا عملت هنا في مطران اهو. قلت لك الوحده العضويه عنصران، وحده الموضوع وحده الجو النفسي، تحقق العنصران يعني في قصيده المساء، دارت حوالين موضوع واحد وهو فراق الشعر محبوبته، ودارت حول جو النفسي واحد وهو حزن الشاعر على محبوبته وتحصلي على ايه يا شباب؟ على فراقها. صليت على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. سؤال 46 سؤال سهل وبسيط، بيقول لي مطران المعلم الاول للشعراء الرومانسيين العرب، ايه الخصائص والاتجاهات بتاعت مطران؟ عارفينها قدامك اهيت، مش محتاجه تعليق. معنى الغمرات كل المعاني هيات، الشدائد الاقزاء ما يقع في العين، فاكر البريه الكون، تغشى يعني تغطي، يغمض يغضي، المقصود بقريح جفن يعني برضه معناها، ما تقلقش هنا المقصود بيها هو برضه معناها اللي هو جريح جفنه وينتابها اي يصيبها. كان عايز اسلوب انشائي وبين غرضه، ليت لي قلبا. كان المقطع ده اللي هو اسلوب التمني احد اغراض او احد اساليب انشائيه، وغرضه دائما التمني. يعني بص، هو اسلوب تمني غرضه التمني. طب استاذ ايه الفرق ما بين الاسلوب والغرض؟ نوع الاسلوب. والتمني لا يوجد الا اذا وجدت ادوات. بص يا شباب صلوا على النبي، الاسلوب الانشائي ده عايز اداه في كله، يعني الامر اداه فعل الامر او لام الامر او غيره، النهي أداة لا النهاية، الاستفهام أدوات الاستفهام المعروفة لماذا وأين وكيف، النداء أدوات النداء المعروفة اللي هي يا والهمزة، التمني أدوات ليت ولعل وعسى وهل،
ليت محمد يعود، عسى محمد يعود، هل يعود محمد، لو يعود الشباب، او لو مش اي لو، ها لو اللي هي بتدي معنى التمني، مش لو نزل البحر غرق. انا ما بقولش لو نزل البحر غرق ده شرط، مش عايز، ما بتمناش انه يغرق يعني، لكن لو التي للتمني هي فقط التي تعطي معنى التمني، زي لو انجح، زي لو واحد بيقول لو يعود الشباب، اه دي تمني. يبقى في ادوات للتمني. خلاصه القول، ما فيش حاجه اسمها اسلوب انشائي الا اذا كان في اداه من ادوات الانشاء، اللي هي ايه؟ اللي هي سواء في الامر، فعل الامر، او في النهي، او في النداء، او في التمني، اللي هو ليت ولعل وعسى وهل ويا شباب ولو. يبقى هنا ده اسلوب تمني. توكيد بالتقديم تغشى البريه، ها قدره، اصلها تغشى قدره البريه، بتقديم المفعول به على الفعل. انتبهوا بقى لو سمحتوا، احذر، لا يكون تقديم الا اذا بدات الجمله بحرف جر او ظرف او العقل يفرض ذلك. اذا ما حذرت من ايجاز الحذف انك تطلعه بالاحساس، بحذرك انك تطلع التقديم بالاحساس. يعني ايه بالاحساس؟ ساعات طلبه كتير جدا اي جمله يقول لك تقديمه خلاص، يعني يعني اني اقمت في غربه، يقول لك اه اني اقمت في اني اقمت على المنى، اني اقمت على التعله بالمنى في غربه، يقول لك اه اصلا اني اقمت في غربه على التعله بالمنى. لا، ما الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح، ده كلها اشباه جمل، واشباه الجمل ليس بينها رتب. اذا اشباه الجمل يعني ايه؟ على التعله في غربه، دي شبه جمله، على التعله جار ومجرور، في غربه جار ومجرور، طالما الاثنين شبه جمله خلاص ما فيش رتبه هنا. يعني ايه ما فيش رتبه؟ يعني ما فيش مين الاول ومين الثاني، خلاص كله ممكن يجي قبل الثاني، ما فيش مشكله قبل بعضه. لكن امتى يبقى في تقديم؟ لو الجمله بدات بحرف جر او ظرف، او ان العقل بيفرض فيه تقديم. تعال ناخد كده مثال، هنا القاهره، الجمله دي فيها تقديم ليه؟ عشان بدات بهنا، وهنا دي ظرف. بيننا بيننا سلام، اصلها سلام بيننا، ليه؟ عشان بدات بظرف. كذلك وعليكم السلام، واحد بيقول السلام عليكم، اقول له وعليكم السلام، الجمله دي برضو بدات بحرف جر اللي هو على، يبقى في تقديم. يبقى اذا بدات الجمله بحرف او ظرف هنا في تقديم، او العقل يفرض عليه التقديم، زي يخشى الله العلماء. مستحيل العقل يقبل هذه الجملة إلا إذا فهم النافع تقديم وتأخير، لأن يخشى العلماء الله سبحانه وتعالى. من ركب القطار أحمد، هل من المعقول أن القطار هو اللي ركب أحمد؟ يبقى ركب أحمد القطار. هنا بقى في تقديم، مش تقول لي بقى جاء محمد، تقول لي محمد جاء، لا لا، دي ما فيهاش تقديم. جاء محمد ومحمد جاء، دي جمل مستقرة لأنها بدأت باسم وبدأت بفعل. فأرجو تكون النقطة دي وضحت يا شباب، عشان مش أي حاجة تقديم. أمال أنت ليه قلت هنا يا أستاذ تغشى البرية قدرة؟ ما هو ده المعنى، إن مين اللي هيغطي البرية؟ القدرة يبقى فيه تقديم يفرضه العقل. تمام هنا؟ وحس البديع وقيمته شاك ويجيبني، ده كان طباق يوضح المعنى. من الخيال بقى طبعا قدامك اهوت، موج مكاريه، فاستعار مكنيه، لانه شبه المكاره كانها بحر. على فكره ممكن تعملها تشبيه، شبه المكاره بالموج مباشره، على فكره من حقك يعني، ممكن تعمل موج مكاره تشبيه، بس حسب ما تفسر بقى الجمله. لو قلت شبه المكاره بالموج مباشره تمام، لكن لو قلت شبه المكاره بالبحر وحذف البحر واتى بصفه من صفاتها، يبقى تمام كده استعاره مكنيه. يفتها كالثقب، دي بقى محسومه، طالما اداه التشبيه ذكرت يبقى تشبيه ملهاش احتمال تاني. شاك الى البحر، طبعا استعاره مكنيه، تشخيص للبحر، البحر خفاق الجوانب. على فكره دي ما فيهاش اي حاجه غير انها كنايه، يعني اما اقول البحر خفاق الجوانب، يعني ايه خفاق الجوانب؟ يعني البحر شديد الحركه. على فكره دي ما فيهاش اي مشكله، ما صورتش البحر بحاجه، ما هو البحر بيتحرك فعلا. اه بس فيها كنايه، كنايه عن مشاركه الشاعر البحر للايه؟ للشعر، يبقى فيها كنايه. تغشى البريه قدره، طبعا استعاره مكنيه، لانه شبه القدره كانها غطاء يلف هذا الكون. وقريح جفنه، استعاره مكنيه، مش مجاز مرسل لو سمحت انتبهوا، لان الجفن اصلا ملوج، عفوا الافق اصلا ملوج جفن. بصوا يا شباب، انت تقول مجاز مرسل، لو انا اقصد بالجفن العين، او اقصد بالجفن محمد مثلا، لكن لما اقول سهره جفوني، انا مش جفوني بس اللي سهره، انا اللي ساهره، انا جسمي كله اللي ساهر، يبقى انا جبت الجفون جزء من جسمي، ماشي تمام، عشان انا ليا جفون وفي جسم، صح. لكن لما اقول قريح الافق، جفن قريح، هنا استعرت صفة إنسانية للأفق أصلا أنه إنسان. فأرجو عدم الخلط ما بين المجاز وما بين الاستعارة المكنية. ما نقدرش نقول جفن هنا مجاز مرسل، لأن الأفق أساسا ملوش جفن، وبالتالي دي استعارة. بقول هنا بقى تطبيقات، بقول علل حذف الياء في شاكل، دي حفظ يا شباب، حفظ، أيوة حفظ، إن ياء المنقوص تحذف إذا خلى من ال والإضافة والنصب. كلمة شاكن ما فيهاش ألف ولام، ما قلتش ال شاكي وضاف إليه، زي ما اقول مثلا ايه، شاكي الرجل الى اخيه، شاكي الرجل، انا شاكي الرجل، يبقى دي وراها
ليه لازم ترجع لها الياء وما تكونش منصوبه؟ ما اقولش مثلا رايت شاكيا الى فلان. لو الاسم منقوص غير منصوب او جه وراه مضاف اليه او عرف بال لابد ان هو توجد فيه الياء، اما اذا غير ذلك لابد ان تحذف الياء. يبقى يا جماعه خلاصه الكلام عشان ما تنساهاش تاني لو سمحت الحته دي حفظ، لما يقول لك لماذا حذفت ياء المنقوص تقول له لخلوه من الوى الاضافه والنصب. ليت لي قلبا، طبعا ده تقديم وتاخير لان بدات بحرف جر. ايوه لي قلبا، اللام دي حرف جر، لي لام ياء دي لام حرف جر، والياء اسم مبني في محل جر، وشبه الجمله خبر مقدم وقلبا مبتدا مؤخر، او ليت مؤخر يعني. يعني المفروض اقول ليت قلبا يا شباب، ليت قلبا لي. فدي يعني لسه من شويه كنت بعلمك ان التقديم والتاخير ما ينفعش الا اذا بدات بحرف او ظرف، وهنا فعلا في حرف اهو. الف اضطراب وصل طبعا لانها مصدر خماسي جايه من اض اضطرب، لو عديت اضطرب هتلاقي خمسه. مصدر رباعي اللي هو كلمه الامساء، فاكر انت المصادر الرباعيه؟ لو سمحت خلي بالك الامساء لما هنعرفها كمان شويه ممدود، الامساء ديت كلمه ممدوده عفوا، مصدر رباعي كانت كلمه الامساء. طب لما يقول بقى نوع الهمزه منقلبه ولا لا؟ معلش اسم فاعل ثلاثي غير ثلاثي معتكر، يبقى مصدر رباعي كان الامساء، واسم فاعل غير ثلاثي معتكر من مضمومه مكسومه قبل الاخر. الامساء نوع الهمزه منقلبه او هوجاء نوع الهمزه زائده. تعال نفتكر الحته دي معلش، ايه حكايه همزه الممدود دي؟ همزه الممدود اصليه اذا كان الفعل اخره همزه، يعني كلمه انشاء وكلمه انشاء اهي، انشاء الفعل منها انشاء، امتلاء الفعل منها امتلأ، ابتداء الفعل منها ابتدأ. شوف كل الاسماء الممدوده هي انشاء وامتلاء وابتداء الفعل منها همزة. لكن لو الفعل اخره عله بنسميها منقلبه، يعني كلمه امساء الفعل امسى، كلمه بناء الفعل بنى، كلمه سماء الفعل سماء، او يسمو هات مضارع او ماضي. اذا لو جبت الفعل من الاسم الممدود ولقيته منتهي عله يبقى اسمها منقلبه، لكن لو منتهي بهمزه يبقى اسمها اصليه. طب افرض لا لقيت لا ده ولا ده، يعني كلمه زي كلمه حسناء، هذه الكلمه لم تختم بعله ولم تختم بهمزه يعني لانها كلمه حسنه. اذا يا شباب الهمزه هنا تعتبر ايه؟ زائده. يبقى في ثلاث انواع للهمزه، اصليه ومنقلبه وزائده. وعلى فكره الاسم الممدود طبعا ما انتهى بهمزه قبلها الف ايه يا شباب؟ الف مد. يبقى طلعنا نوع الهمزه في امساء ها منقلبه لان امسى، اما هوجاء اللي هتلاقيها في هوجه يبقى الهمزه هنا يا شباب زائد. هنا بقى بيقول لي اعرب اسم فاعل، خلاص اعرب ما تحته خط، انتبه قبل اي حاجه فيجيبني. لو سمحت يا جماعه قبل ما تقولوا فاء سببيه اعرف يعني ايه فاء سببيه، لان انا لقيت طلبه كتير جدا مجاوبه في النموذج ده ان الفاء سببيه. طب بصوا كده، الفاء لا تكون سببيه الا اذا سبقت بنفي او طلب، اتق الله فتدخل الجنه قبلها امر اهي، صح؟ ادي الفاء اهي وقبلها امر اهو، لازم تسبق بين طلب او نافي اهو. طب لم اذنب فاعاقب، ادي الفاء اهي وقبلها نافي اهي، لم مش كده؟ اذا لو سمحت يا جماعه لو ما كانش في طلب ولا نفي ما تعتبرش الفاء سببيه. لان ساعات كده بتخبطوا سببيه وخلاص، لا طبعا. وعلى فكره الطلب هو الايه؟ الامر والنهي والاستفهام والنداء والتمني. اذا يا شباب هل يجيبني بقى فيها طلب؟ قبلها طلب شاك الى البحر فيجيبني، هل قبلها طلب؟ شاك الى البحر ما فيهاش اي طلب. طب فيها نفي؟ ما فيش اي نفي، اذا الفاء مش سببيه. يعني الفاء هنا مجرد حرف عاطف، عاطفه معلش دي عاطفه، يعني يجيب تبقى فعل مضارع مرفوع بالضم عادي، والنون حرف للوقايه لا محل لها من الاعراب، والياء في محل نصب مفعول به لان الفاعل مستتر تقدير البحر، البحر هو اللي بيجاوب. اخيرا كلمه ثاون هنعربها زي شاكن بالظبط، خبر لمبتدا محذوف، وكلمه قدره انت عارف ان في تقديم وتاخير فهتعرب هنا ايه يا شباب؟ هتعرب فاعل. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. كده الحمد لله خلصنا المقطع الثاني من نص المساء. توكلنا على الله. تعالوا مع بعض نحل المقطع الثالث اللي بيبدا بيا للغروب وبينتهي بكلمه المترائب. بناء مرادف عبره بالفتح طبعا دمعه، وبين نزعا وصرعا طباق ولا ترادف ولا مراعاه نظير ولا جناس. الحقيقه ادق واحده مراعاه النظير، لان ما بينهمش مش عكس بعض ومش بمعنى بعض بالظبط وما بينهمش تشابه في الحروف، يبقى ادق واحده مراعاه نظير من حيث انها محسن بديع يعني. الغرض من استفهام ها كنا من شويه قلنا لو اجابته بايوه يبقى التقرير، لو اجابته بلا يبقى النفي. طب هنا اوليس نزع للنهار، مطران عايز يخلينا نقول له بلى، اجابه الاستفهام المنفي لما نيجي نجاوب عليه بالاثبات نقول بلى،
يعني أليس الله واحدا؟ تقول لي بلى، الله واحد، واحد سبحانه وتعالى. يبقى هنا تقول لي أوليس نزعا للنهار؟ بلى يا مطران، على حسب هواه هو يعني. هنجيب على حسب ما يريد الشاعر أن نجيب. يبقى غرضه بالإثبات، يبقى غرضه التقرير. الغرض من النداء في ليالي الغروب، طبعا ده التعجب، لأن ده أصلا نداء تعجبي. كلمة يعني جريحة، توحي كلمة مهابة بالاثنين مع بعض. المهابة بتوحي بالخوف والتعظيم في نفس الوقت. مضاد مودع قادم، يعني كلمة مودع يعني راحل، فعكسها قادم. مرادف مشعشعا مختلطا، وفي البيت الأول محسن بديع اللي هو جناس ناقص من عبرة وعبرة. كان طبعا كان يقصد بالكلمة ده، السؤال ده اتلغى عشان الناس اللي معاها المذكرة، سبت احتفظت بالأرقام يعني، لكن هذا السؤال ملغى. بيقول لي مضاد إزائي، احنا عارفين إزائي معناها أمامي، يبقى عكسها خلفي. ومفرد ذرة، يا شباب ذروة زي ما احنا عارفين. السؤال بعدي بقى بيقول لي هنا كيف يكون الغروب عبرة للمستهام وعبرة للرائي؟ برضه عايزة تشغيل دماغ شوية، يعني المستهام حزين فيناسبه الدموع، والرائي متأمل فيناسبه الموعظة. أدي كل الموضوع ببساطة. الاستفهام المستهام ده اللي هو العاشق، والعاشق حزين متألم، يبقى يناسبه العبرة أي الدمعة. أما المتأمل الرائي فيناسبه الموعظة والفهم والتدبر. في الأبيات تصوير أحاسيس الشاعر أمام الغروب واضح ذلك، شرح عامل الأبيات ما تخافش خالص، مع ذكر الخيال لكل أجزاء وأطرافه. يعني طالما هنا أصل هو بس تصوير، كلمة تصوير دي اللي خلتني أقول لك ذكر الأجزاء والأطراف. ودايما هتعرض كمان شويه لحته الخيال الكلي ده يا جماعه، لها مسميات كتير. يعني بص كده، في الابيات صوره فنيه وضحها مبينا رايك فيها، ثم اذكر الوسائل الفنيه التي استعان بها الشعر فرسمه. بص الملحوظه بتقول ايه؟ للخيال الكلي مسميات اخرى، انتبهوا. يعني ساعات يقول لك الصوره الكليه، ساعات يقول لك اللوحه الفنيه، او كل سؤال في كلمه رسمه. اول ما تلاقي في السؤال كلمه رسمه الشعر دي، لو سمحت اذكر الاجزاء والاطراف. فلذلك الكلمة اللي فاتت عشان كان فيها كلمة تصوير وربطه بالشرح، فأنا ربطتها بالخيال الكلي، وعشان كلمتين رسمها كل الموضوع إن أنا هقول الخيال الكلي أو الصورة الفنية قدامك أهيت، وجبت الخيال اللي هي الأجزاء والأطراف. السؤال 65 بيقول لي ماذا يعنون بقولهم لغة الشعر تصويرية؟ لو سمحت السؤال ده هنتعرض عليه تاني في نص النصور، وعليك خير عندنا نص اسمه النصور، هنلاقي اللغة التصويرية. اللغة التصويرية يعني الخيال. شفت بص كل الموضوع إزاي تفهم السؤال. لو سمحتوا يا جماعه، ده اللي بيلخبطكم، مش اللي بيخبطكم انتوا عارفين مش عارفين الاجابه. اللي بيخضكم من البلاغه والنصوص الاسئله. فلو سمحتوا تعودوا على طريقه الاسئله ديت، فاللغه التصويريه يقصد بها الخيال. تقول له كده، اي ان الشعر يجيد لغه التصوير عما بداخله وهي الخيال. طيب ما الغرض من الاسلوب الانشائي في البيت الاول والثاني والخبري في الابيات؟ يا للغروب كان التعجب، ده للتقرير زي ما قلنا، والخبري للتقرير والتوكيد والوصف. الايحاء الادبي، ها يعني ايه حق ادبي؟ يعني ذكر العاطفه للكلمه او الجمله من خلال سياق الابيات. فلو سمحتوا يا جماعه، كلمه الايحاء الادبي دي ما تخضناش. طلبه كتير جدا، استاذ في اسئله انا ما بعرفهاش، في اسئله غريبه، ايه الايحاء الادبي؟ ايه دلاله الكلمه؟ ايه اللي مش عارف الايحاء الفني؟ ايه التصوير الفني؟ يا جماعه كلها اسئله عاديه جدا، ما تخافش منها، اعرف بس هي عايزه ايه مره واثنين هتلاقيك خلاص حفظتها. فهنا عندك الايحاء الادبي النزع والصرع، طبعا النزع والصرع تحيان بالالم والياس. طب اتجاه نواظري يفيد ايه؟ ان الخواطر دي واضحه ولا غامضه؟ شديده الوضوح. فاذا يا شباب ده الغرض من او الايحاء الادبي في الكلمات المطلوبه. يمثل النص اتجاها فنيا فن الوصف، طبعا كلنا عارفين السؤال ده في التعليق، وارجو التنبيه التعليق مهم للغايه. مفيش نص يا جماعه في الدنيا يبقى فيه تعليق وتسيب للتعليق، لان معظم الاسئله بتيجي من التعليق. فانتبهوا لو سمحت، التعليق اللي على النص اللي في كتاب الوزاره، مش التعليق المختصر اللي في بعض الكتب الخارجية أو بعض الأساتذة بيقدموه للطلاب تعليق مختصر. الموضوع ده خطير. التعليق تلتزم هنا في كتاب الوزارة بالضبط. فلو سمحتوا لما نيجي يقول لك هنا يمثل نص اتجاه الفنية الوصف، طبعا لكن مطران لم يقتصر على الوصف، وإنما مزج ذلك بإحساس قوي. بيقول شعر مطران مرحلة انتقالية، قلناها كذا مرة في خصائص مطران، فانتبه لو سمحت. خصائص المدارس مهمة للغاية، الملحوظة اهي. يعني أي نص عندنا بيبقى تابع لمدرسة، سؤال ثابت يقول لك إلى أي المدارس ينتمي وما خصائص التي ظهرت فيه. فخلي بالك خصائص النص، وعلى فكرة أقول لك خصائص الشاعر هي خصائص المدرسة. يعني لو قلت لك هنا مطران، لو قلت لك كمان شوية في مدرسة الديوان، قلت لك إيه خصائص عبد الرحمن شكري، تكتب لي خصائص مدرسته. لأن كان زمان عندنا في سنة تانية وغيره في أولى كان عندنا خصائص الشاعر منفردة، لكن دلوقتي احنا عندنا خصائص المدرسه وليس خصائص يا شباب الشعر. فارجو لو سمحتوا
نحافظ على هذه الاجابات لانها اجابات مقاليه ومهمه للغايه. طبعا نزعل النهارده بقى استعاره مكنيه ومآتم الاضواء تشبيه، انتبهوا مآتم الاضواء يا شباب تشبيه. وفق الشاعر في اختيار الالفاظ الاتيه ارتبطت بعاطفه قلناها قبل كده، عبرة مع المستهام وعبرة مع الرأي أجبناها في السؤال السابق. وضح الدقة في استخدام نزع مع النهار وسرع مع الشمس، فاكر الكلام ده؟ النزع مع النهار علشان النهار بيموت تدريجيا وكأنه يختنق، أما الشمس جعلها الصرع وهو القتل، لأن حوالين الشمس ساعة الغروب بتبقى هالة من الدماء، هالة من الأشعة الحمراء تشبه الدماء، فلذلك شبه الشمس كأنها مقتولة تنزف دما، اما النهار فانه يختنق شيئا فشيئا، هي حاله الاظلام اللي بتحصل مع النهار مؤقت دي. طبعا ده كله كلام يعني خيال شعراء زي ما بنقول يعني. اي الكلمتين انسب مآتم ام جنائز؟ دي مشهوره بقى المفروض تكون عارفها. طبعا كلمه جنائز انسب لانها تحسم المعنى، لان مآتم تحتمل احتمالين، هي مجتمع الناس حزنا او فرحا، اما جنائز فلا تحتمل الا احتمال واحد وهو الحزن. للموسيقى الشعرية ألوان، انتبهوا سؤال الموسيقى لو سمحتم، سؤال الموسيقى يتكرر كثيرا ويجاب عنه كالآتي. في عندي نوعين من الشعر يا شباب، انتبهوا بقى كده وصلوا على النبي وانتبهوا معايا. في عندي نوعين من الشعر، شعر عمودي وشعر حر. الشعر العمودي اللي انت بتاخده من ابتدائي عادي، اللي هو النشيد العادي، اللي أبيات الشطر الأيمن والشطر الأيسر متساوية نفس القافية، زي قصيدة غربة وحنين وزي قصيدة مطران دلوقتي، ده شعر عمودي. إنما في شعر تاني اسمه الشعر الحر، يعني انت لو فتحت مثلا ديوان الشاعر فاروجويدا او لنزار او لغيره هتلاقي معظمهم بيكتبوا او معظم قصائدهم مكتوبه في صوره سطور تطول وتقصر، سطور كده، فده اسمه الشعر الحر. طب لو لقيت الشعر العمودي تقول ايه؟ الموسيقى فين؟ انا بتكلم عن سؤال الموسيقى، بتكلم عن بقى موسيقى ظاهره وخفيه، وتكتب وحده الوزن والقافيه وبعض المحسنات، والخفيه تناسق الافكار وايحاء الالفاظ، عفوا دي الالفاظ، وحراره العاطفه وايه؟ حراره العاطفه. اما بقى الشعر الحر هتقول ايه بقى؟ وحده التفعيله مش وحدة الوزن، خلي بالك، وتنوع القافية مش وحدة القافية، احنا قلنا وحدة الوزن ووحدة القافية، لكن هنا وحدة التفعيلة وتنوع القافية وبعض المحسنات البدائية. ونفس الكلام في الموسيقى الخفية هو هو، فانتبهوا لسؤال الموسيقى لأن سؤال مهم ودرجته مضمونة إن شاء الله. هي الظاهرة والخفية قدامك. عدد النقاط طبعا إزائي عارف لم تضف معنى جديد، وكلمة المترائي أيضا رأوا أنها لم تضف معنى جديد. ده اللي كاتبه الكتاب يا جماعه، وارجو الالتزام بيه، لان في ناس تانية بيقولوا اراء تانية. لا لو سمحت الاول اكتب لي اللي كتبه الكتاب وبعد كده اكتب اللي انت عايزه، المهم تكتب لي اللي كتب الكتاب الاول لو سمحت. تعكس رؤيه الشعر للكون حالته النفسيه، ما تخافش، ده شرح عام ممتزج بالايه يا شباب؟ بالعاطفه. يا ريت نكون بقى اتعودنا على مثل هذه الاجابات. بيقول يوضح نوع الصوره، طبعا خواطري تبدو تجاه نواظري كلمه. طبعا ديت فيها كذا استعار، يعني خواطري تبدو استعاره مكنيه، وكونها كلمه دي استعاره مكنيه ثانيه، يعني صوره ممتده، لما يكونوا صورتين لحاجه واحده بنسميها صوره ايه يا شباب؟ ممتد. طب خواطري كداميه السحاب، ده تشبيه تمثيلي بقى، شبه خواطره وهي تنزف دما امامه كالسحابه التي تخترقها الاشعه وكانها هي الاخرى تنزف ايه؟ دماء. الدمع من جفنيه يسيل، طبعا هنا مجاز مرسل، لاحظت؟ لما قلت الافق قريح جفنه ما قلتش مجاز مرسل، لان يعني الافق اصلا ملوش جفن، لكن مطرقه جفن، وعشان كده عملناه هنا مجاز مرسل، علاقته لايه يا شباب؟ الجزئيه. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تعالوا بقى للتطبيقات النحويه، ولعل المد همزه مآتم، فاكر؟ لان جاء بعدها الف مد، يعني زي كلمه مآزن، زي كلمه مآتم. لكن لو زي كلمه مثلا آداب يبقى ديت اصلها آداب. الهمزه تمد في حالتين يا شباب. إذا جه بعدها همزة ساكنة وإذا جه بعدها ألف مد، افتكروا الكلام ده بقى في وحدة النطق والإملاء، والكلام ده كله يا جماعة في كتاب المدرسة، الناس اللي بتستغرب كلامي ده، الكلام ده أنا بجيبه من تدريبات كتاب المدرسة، يا إما التدريب بالنص يا إما شبيه بيه، فما فيش حاجة اسمها تقول لي أصل وحدة النطق والإملاء دي ما بتجيش يا أستاذ، أصل الكلام ده ما أنتش يعني ما تغامرش مستقبلك، مفيش حاجة اسمها ما بتجيش. يبقى إذا يا شباب مآتم، ها الهمزة هنا لأن بعدها ألف مد. لو جت في اول الكلام شكل اداب، لو جت شكل اداب تبقى همزتين، الاولى مفتوحه والثانيه ساكنه، لكن لو جت في وسط الكلام ممدوده زي كلمه مآتم ومآزن ومآخذ، هذه الكلمات بعدها الف مد، تقول له كده لان بعدها الف مد. فتح التاء طبعا لانها تاء فاعل، يعني كلمه هنا ذكرتك طبعا لان هنا تاء الفاعل، وتاء الفاعل دايما مفتوحه. نصب كلمه مشعشعا، ذكرت اللي هي بتاعت حال منصوب علامه نصبه الفتحه، اللي هي بتاعت والدمع من جفنيه يسيل، ماله بقى حالته ايه؟ مشعشعا. فهنا حال انها وصفت الدمع. طب استاذ ليه ما تمشيش صفه؟ لان الدمع معرفه. وكل لو النكره وصفت معرفه تبقى حال. خلي بالكوا يا شباب الحته دي مهمه.
لو النكره وصفت معرفه تبقى حال. يعني جاء زيد ضاحكا، ما هي ضاحكا بتوصف زيد، بس المشكله ان زيد معرفه وضاحكا نكره، يبقى نكره تصف معرفه حال. لكن لو النكره وصفت نكره، جاء رجل ضاحك، نعت هنا. لو النكره وصفت نكره يبقى نعت، لو النكره وصفت معرفه تبقى ايه؟ تبقى حال طبعا، النكره هي اللي حال طبعا. يبقى مشعشعا عشان وصفت الدمع والدمع معرفه، تبقى حال منصوبه علامه نصبه الفتح. وعلى فكره يجوز في الحال منصوبه ومنصوب. مستهام الفعل منه ومشعشع، انتبهوا شوفوا انا عملتها ازاي، استهيم ويستهام. يشعشع وشعشع عشان الملحوظه بتقول لك ايه لو سمحت، الفعل من اسم المفعول، الفعل من الاسم المفعول اذا طلب ذكر الفعل لابد انك انت تاتي مبني للمجهول مع الضبط في الماضي او المضارع. يعني لو ماضي تقول فعل تضم الاول وتكسر ما قبل الاخر، ولو مضارع تقول ايه؟ ها يفعل، لك الحريه طبعا براحتك، هات ماضي او مضارع ما فيهاش مشكله خالص. يبقى كلمه استهيمه او استهام، كلمه مشعشع يبقى يشعشع او شعشع. خبر لفعل ناسخ، انتبهوا، اوليس نزعا للنهار، فاكر؟ ما هو ليس دي فعل جامد ناسخ، وليس هو نزعا، يبقى نزعا اوليس الغروب يعني، يبقى الغروب هنا ضمير مستتر عائد على الغروب، ونزعا خبر ليس منصوب بالفتحه ونوعه مفرد طبعا. يا الغروب ده يا حرف لا محل له من الاعراب، واللام حرف جر، على فكره ما تخضوش من الحاجات دي يا جماعه، ان ده التعجب جر ومجرور، انت ما شفتش اسهل من كده بقى يعني. يا لمحمد جر ومجرور على طول، تمام؟ مودع، والنهار مودع خبر مرفوع علامه رفع الضمه، كلمه حال. ليه يا استاذ؟ ما هو قال خواطري تبدو تجاه نواظري كلمه. خواطري خلي بالك، كلمه هنا نكره، خواطري معرفه بالاضافه، فكده حققنا القانون اللي انا قلته من دلوقتي، نكره تصف معرفه، يبقى على طول حال يا شباب، تمام كده؟ طيب كده الحمد لله، كده الحمد لله الفقره الثالثه او القبل الاخيره تمت الحمد لله. تعالوا بقى نروح للمقطع الرابع والاخير من قصيده المساء. بني معنى الشفق طبعا هنا الغروب، الشفق يعني الغروب، ومعنى نضار الذهب، والعقيق اللي هو حجر كريم، ومعنى تحضرا انحدارا او سقوطا يعني، ومعنى انست يعني احسست، انست بالشيء هنا يعني معناه انست يومي يعني احسست بدنو اجل يعني. المقصود بالمساء هنا النهايه كما عرفنا، كيف مسائي؟ الحكايه دي فيها جدل كتير، انتبهوا، هي خبري. استاذ ده كيف؟ ايوه ما هو في كيف وفي كم مش للاستفهام. ازاي يا استاذ؟ ما اقول لك كم من امهات تضحي، يبقى ده خبريه تفيد الكسره. كم من ابطال استشهدوا، ما هي دي تفيد الكسره، يبقى كم هي للكسره. لكن لو برضو كيف وبرضو كيف، كلمه كيف ساعات تسال وساعات تدل على الحال. يعني ايه؟ ما اقول لك كيف محمد في السفر، انا بسالك ازاي محمد عامل ايه، خلاص ماشي دي سؤال. لكن لما اقول رايتك كيف تصلي او اعرف كيف تذاكر، هنا دي بتدل على كيفيه المذاكره، بقول لك انا اعرف كيف تذاكر، يبقى اذا هنا لا اسال، ده انا بقول لك انا عارف انت ازاي بتذاكر وعارف ازاي بتصلي. اذا هنا بتقول ايه؟ فرايت في المراه كيف مساء، يعني كيفيه المساء، انا شفت كيفيه المساء. فلذلك هنا الاسلوب خبري وليس خبري لفظا انشائي معنى طبعا، لا طبعا، لان ما فيهوش دعاء. خبري لفظا انشائي معنى هو اللي فيه دعاء، لكن ده اسلوب خبري. الاستعاره التصريحيه وردت اربع مرات، في نضار وفي العقيق وفي مساء وفي المراه، اربع مرات في المقطع ده. المقصود بيومي زي ما انت عارف نهايه ايه؟ نهايه عمري، هو تعبير دارج عند المصريين، انت عارف يقول لك نجعل نهايه، اجعل يومي قبل يومك، اللي يعني نهايه عمري قبل نهايه عمري. اطال الله في اعمارنا مع العمل الصالح، مش الاطاله بس، يعني اللهم لا تردنا الى ارذل العمر. لأن الشمس غربت، صحيح، لماذا عدى دمعة الكون الدمعة الأخيرة؟ عشان الشمس غربت، ما هو قال لك كأن آخر دمعة للكون، ما هي مين الدمعة دي؟ الشمس اللي بتمر ما بين سحابتين، والشمس غربت يبقى خلاص آخر دمعة للكون. اشرح الأبيات طبعًا زي ما احنا تعودنا، أجد بنفسك. يرى النقاد في البيت الأول مخالفة للجو النفسي موضحًا رأيك، قولها موضحًا رأيك. يرى النقاد إن كلمة نضار وعقيق كلمات تثير الفرح والبهجة والرفاهية. لأن النضار هو الذهب الخالص والعقيق الحجر الكريم، لكن احنا الحقيقة بنقول لهم لا، لأن مطران أخذ من هذه الأشياء ألوانها، يعني اللون الذهبي مع اللون البني الغامق مع الخلفية السوداء تعكس جو حزين جدا، فإذا لا يلام مطران على ذلك.
البيت الثالث يكشف خاصية المدرسة الرومانسية، الامتزاج بالطبيعة، لما قال كأن آخر دمعة للكون مزجت بآخر أدموع الرسائل. ده أنت عارف إن الرومانسيين أساسا يعني عندهم نوع الامتزاج بالطبيعة ده عنصر أساسي في أشعاري في أشعارهم. طب افرض الأستاذ ما طلعتش امتزاج الطبيعة وطلعت الحزن والتشاؤم صح، افرض طلعت الخيال الكلي وحارة العاطفة صح، يعني قول لي إيه خصائص الرومانسية اللي ظهرت في البيت ده؟ ممكن واحدة وممكن أكثر من واحدة. استخرج تشبيه تمثيل ووضح وبين سر جماله وكناية وسر جماله. مرت خلال غمامتين، دي صح، شبه الشمس وهي تمر بين سحابتين بدمعة تمر بين جفنين، فهو تشبيه تمثيلي وهي من الصور البديعة عند مطران، تشبيه تمثيلي. كناية، عايز كناية، كنايات كتير زي ما انت عارف، انت ممكن تعبر عن الكناية كتير، لكن اخترت كلمة مسائي كناية عن نهاية الشعر. وطبعا سر جمال الكناية الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه، اما سر جمال التشبيه توضيح المعنى برسم صورة له. سؤال 94 ده يخض بقى، للقافية الجيدة شروط تطبيقها على المقطع السابق. يا جماعة شروط القافية الجيدة بكل هدوء وبكل بساطة هي شروط اللفظ الجيد. ما هي القافية ما هي إلا كلمة. اللفظ الجيد والقافية الجيدة لابد أن يناسب العاطفة، يضيف معنى، يكون صحيح لغويا، ما تنسبليش الفاعل وترفع لي المفعول به. لا طبعا لازم تراعي قواعد النحو. ما في ثلاث شروط يا شباب، أن تكون مناسبة للعاطفة وتكون بتضيف معنى. يعني كلمة إزائي والمترائي ما كانتش بتضيف معنى، لكلمة أحشائي اصطدمت مع العاطفة وتخالف العاطفة، يبقى إذن دي قافية غلط. لكن المقطع السابق اللي هو اللي قدامنا، المقطع اللي هو المقطع ده هو اللي هو اللي بيبدأ بالشمس في شفق يسيل نضاره، هذا المقطع ليس فيه أخطاء. يعني كلمة سوداء وحمراء ورساء ومساء، هذه الكلمات تضيف معنى ومعنى حزين يناسب الإيه شباب، يناسب العاطفة. لماذا أشار الشاعر الأسلوب الخبري في المقطع السابق؟ انتبه وأقول معلومة كده، ما يقول لي كثيرا، بيقول لك كثيرا تسأل لماذا مزج الشعر بين الخبر والإنشائي. الإجابة الإنشاء الجذب الانتباه والتعبير عن انفعال قوي، يعني دايما أي إنشاء كده لجذب الانتباه والتعبير عن انفعال قوي. طب والخبري للتقرير والتوكيد والوصف. طب المزج منهم يبعد الرتابة والملل. تكتب دول كلهم لو سمحت، تكتب من أول المزج، من أول اللي هي الإنشاء جذب الانتباه والخبر تقرير وتوكيد والمزج بينهم، مش تكتب لي السطر الأخير بس. لا، لما يقول لك ليه مزج بينهم تقول لي ده أفاد كذا وده أفاد كذا والمزج بينهم بيعمل كذا. فلو سمحت خلي بالك السؤال ده بيجي كتير اهو. ده هو قال لي هنا بقى انا ما كتبتش ليه كله، وبيقول لي ليه فضل الاسلوب الخبري بس، وبيسالني عن الاسلوب الخبري بس، يبقى للتقرير والتوكيد. لكن لو قال لي ليه مزج اقول له الاجابه اللي انا قلتها، ايه غرض النص وما حظه من التقليد والتجريد. فاكر سبق اجابته كان الوصف، فاكر، واضاف اليه العاطفه ومزاجها باحساس حار. ايه المقصود بنضار وعقيق ويومي والمراه؟ طبعا زي ما انت عارف النضار المقصود هنا، المقصود خلي بالك مش المعنى، اشعه الشمس، السحاب، يومي قصده نهاية عمري، والمرآة قصده الايه شباب، الطبيعة. كلمات تدل على سيطرة الحزن يا كتير قوي، سوداء ودمعة وحمراء وزائلا ومسائي. لما يعتبر مطران رائد المدرسة الرومانسية، دي حتة في الادب الرومانسي اللي هي كانت مطران اول من ادخل مع تعاليم الرومانسية في ديوانه ونشره سنة 1908، ولم يدعو لمذهبه صراحة، لكن جاء بعديه مجموعة من الشباب أملت بأفكاره وسارت على دربه، فلذلك يعتبر مطران هو الأب الروحي أو رائد المدرسة الرومانسية. خصائص شعر مطران كلنا عارفينها طبعا وكررناها كثيرا في الأدب. أحباب الطلاب، أرجو أن نكون قد استفدنا من هذه الجرعة السريعة والمفيدة والمهمة واللي بتلمس أسئلة مهمة قوي. أرجو لو سمحت تكونوا خدت بالكم من الملاحظات اللي أنا قلتها لو سمحت. يعني أنا كثيرا ما أشرت لملاحظات زي مثلا ملحوظة ديت أن السؤال ده غلط لما تقابله، زي مثلا الملحوظة ديت لو سمحت ما تقولش نوع التشبيه إلا إذا طلب منك، زي مثلا الملحوظة ديت سؤال فكري وجدان بيجي كتير جدا لازم تستخدم الأفعال العقلية والأفعال القلبية إلى آخره. أرجوكم لو سمحتوا الملاحظات ديت تقدروا تنزلوا الكتاب الإلكتروني ده من على موقع بنذاكر، وتقدروا انك انتوا تتابعوا الملاحظات وترجعوها اول باول. وان شاء الرحمن الرحيم اعدكم باذن الله بكثير من المراجعات بهذه الطريقه الجديده والمتحضره والممتعه ان شاء الله رب العالمين والمفيده، وده هدفي في الاول والاخر هو الافاده. ارجو حبايبي الطلاب تكونوا قد استفدتم من هذه المراجعه، والى اللقاء في مراجعات قادمه باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.